شنو غيقول؟ ليش كيشبه؟ هاد استعمال الزمن ديال لا توت بيتيت ولا بيتيت ولا مويان ولا غران، فيه العربيه وفيه الفرنسيه وفيه القران وفيه السبا وفيه لا موتريسيتي، يعني لي بروف، وفيه لونجلي. شفتو؟ شي نعاود نوريه لكم. شوفوا استعمال الزمن، ما كنكتبش الاسماء، كندير رموز. وللقيام بهذا العمل يجب أن نضع على الطاولة العنب، عفاكم، وروكي. روكي تحتاج لنا روكي، ما مساليش ليا الزين ديالي والقشر حمقر عدمه. وبيان سور خصكم نوم حاطين ليكيد باش تمزكم، غير اللي ندوز العطلة وما حمدش الله. شو شعري تجاكك اللي مدوز، غير اللي مدوز العطلة وما حمدش الله ومبرد مع راساته ومتبحر مع راساته، تعرف بان راه كاين ناس خدامين عفاكم شهر 8. ولكن بصح الا درتو هاد لو طرافاي من دابا، كتخدموا العام ديالكم بخير، كتكونوا عارفين السويعات، كتحيدوا داك الوقت ديال الغوغروبمون، الوقت ديال الاستراحة، ديال الدخول والخروج، ديال الكوتي، باش كتشدوا دوك المواقيت وكتقسموهم على المواد اللي نتوما بغيتو انكم يعني تخدموهم مع الدراري. بحال انا لا بوتيت سيكسيون ما تنديروش ليهم العربيه نهائيا، كندير لهم الفرنسي والقران الكريم. كاين انفاس مع الشريان، بحال لا موين تنديروا الفرنسيه بواحد النسبه والنص ديال ديك النسبه عربيه وانجليزيه. لونغلي تنديروها حنا من لا موين سيكسيون، ولا غروند كنديروا كي العربيه كي الفرنسيه، وكنزيدوا طبعا الانجليزيه. ايوا هادشي اللي كاين. عاود نوري لكم الحرز عجبني، شوفوا واو. الناس اللي كيسولوا على استعمال الزمن، تنصوبوه على تسعة، يعني تنصوبوه قبل ما تيدخلوا الدراري، باش ملي تيجيو الدراري تلقاو لي ماتريس ديجا عارفين استعمال الزمن ديالهم، التقسيم ديالهم، الاقسام ديالهم، شكون هم الدراري اللي غيتكلفوا بهم، فوقاش غيدخلوا، فوقاش غيخرجوا. دونك داك لو طرافاي تنديرو انا على تسعة، وكنديرو اتيت غوبوزي باش كنجيبو ناديك ناديك. يلا نخليكم على خير، اتري بيانتو.